أهلا وسهلا فيكم في برنامج يمزع صباحك وحلقة جديدة، الحلقة الأولى اللي راح تكون على اليوتيوب. بما أنه برنامج يمزع صباحك كان برنامج خاص وفقط وحصري للشباب على الواتساب، قررنا أنه نحوله لبرنامج يعني بلس 18، خلينا نقول للناس اللي على اليوتيوب، لأنه الشباب طالبوا وقالوا لي أنه شخصيتك الحقيقية، شخصية الباتمان تبعتي، لازم تطلع ولازم الناس تشوفها ولازم الناس تعرف مين هو البيج جي. لأنه بالعادة وأنا دايما عبارة عن بني آدم يعني مش كتير سيريس، خلينا نقول وهيك حبوب للزوز وبحب أتهبل وبحب أمزح مع الناس، بس ما أحب أعطيكم معلومة على اليوتيوب قدام الكاميرا ببين إني بني آدم جدي. جدي ولا ستي؟ مزدخني لا، بس أنا يعني لما أحاول أعطي معلومة مفيدة بقول إنه أنا قاعد بما معناه بدرس، فعشان الناس تدرس وتفهم شو اللي بحكيه لازم أكون شوي سيريس، ولكن الناس مش عاجبها، وأصدقائي الشباب أصحابي بيقولوا لي لا أنت لازم تطلع شخصيتك الحقيقية وتطلع باتمان من الخزانة وتقولهم مين أنت وتحكي براحتك وتحكي بأريحيتك، واللي بده يسمع يسمع واللي ما بدهش يسمع العمرين ولا سمع مش فارقة. يعني أنا حاحكي معاكم هلأ بالضبط زي ما بحكي مع الشباب على الواتساب، ولكن بدون تطعيم وبدون مسبات وبدون شتايم، عشان إشي يعني برضه عشان اليوتيوب ما يعمل ليش بان، فمش ناقصنا بدنا نشتغل، يعني هذا بده يصير بزنس وهو هذا البزنس الأساسي راح يصير، وعم أعطيه أنا كل الوقت عشان ينمو ويترعرع، ما بدناش يصير علينا بان وناكل 1-0 بالآخر. فكان اقتراح الشباب إنه أعمل بودكاست واحكي فيه يسلي الناس، بما إنه أنا بحب أعمل إفادة للناس خليهم يستفيدوا من البرامج أو يستفيدوا من الفتنس، ما إنه خبرتي كلها بالفتنس، فقلنا بنحاول نفيدكم هنا يعني بإشي بطريقة غير مباشرة. فالطريقة الغير مباشرة مثلا إذا أنت هلأ دب، أو إذا أنت ناصح، أو إذا أنت عبارة عن حاسس حالك هيك فلافي شوي، فخليني أحكي لك إياها بالعامية. إذا أنت صار لك يا عزيزي بتاكل زي البقرة الوالدة 36 ولا 37 سنة من حياتك، فهل تعتقد يعني بيوم وليلة رح يجي واحد ساحر الفنان ببرنامج 6 أسابيع يقول لك راح تنحف ويصير عندك سيكس باك؟ يعني انت بتكون اهبل، وبلا الهبل وبلاش الاسئلة الغبية والسؤال الاول الغبي اللي الكل بيسأله، اللي انا احكيه هيك طالعة من قلبي، هاي انه قديش بدي عشان اتغير، قديش بدي عشان اعمل سيكس باك؟ يعني صار لك 36 سنة بتعلف زي البهيمة، هلأ بدك تغير في 3 شهور حبكت هلأ في 3 شهور انك تتغير وتصير الشاب الوحش وتصير الشاب اللي عامل السيكس باك وبدك تنزل على البحر تزبط النسوان؟ يعني مش هيك، ما بدنا نضلش برضه، يعني ما بقولك يكون كمان 36 سنة عشان انت تتغير، بس اعطي حالك 6 شهور يا سيدي، اعطي حالك شوي تعلم التمارين، اعرف تمرن صح بدل ما تروح تعابط اوزان في الجيم وتروح تستهبل، خلي الموضوع بالراحة. يعني برضه ما تكون كسول، ما تكونش عبارة عن كيس بطاطا قاعد على زي شوال بطاطا قاعد على الكنباية طول النهار وتقول اليوم وبكرة واليوم وبكرة. شوف من الآخر مين ما كنت تكون، أخذت خطوة وبلشت وبديت هيك بديت، ما أخذتش خطوة وضلت تقول اليوم وبكرة وبدي أشوف البرنامج المثالي تبعي وبدي أتعلم كل إشي قبل ما أبدأ، ولا بحياتك رح تبدأ. أعرف إنك أنت كسول وإنك عبارة عن بني آدم، كمان قولها إحنا باللغة وباللهجة الفلسطينية، فخيتة وقاعد بس بدك تاكل وبدك تعلف وما بدك تتغير، وبدك واحد يجي هيك يعمل لك سحر عشان تتغير. وحتى لو إجاك أزعم مدرب في الكرة الأرضية، لو إجوا 6 مدربين عليك، يعني تعرف دايما بيحكوها، كانت في نكتة ولا بدناش نحكيها؟ بلاها، بس يعني في 6 بدناش نحكي هم من وين، عشان يغيروا لمبة واحدة،
في واحد قاعد ماسك اللمبة والستة قاعدين بيحاولوا يحركوا بالحيط، وانت ماشي في نفس الطريقة بدك حد يجي يحرك الحيط كله عشان انت تغير لمبة، غير لمبة بدك تغير حالك وبدك تبلش تتحرك. وانا على فكرة مش عم بعطيك motivational speech ولا عمالي بحاول اعمل لك motivation اصلا، لانه موضوع الموتيفيشن هاد موضوع عبارة عن اشي يا دوب ممكن يقيمك عن الكنباية، وقبل ما توصل باب البيت بيكون راح. فانت يا بدك تتغير يا ما بدك تتغير، يا بدك تضل بغل يا بدك تصير بني آدم، وانت حر والموضوع برجع لك. انا شخصيا ما دخلني، انا بحاول اساعد وعندي برامج، هاي مليان برامج بإمكانك تشتروهم، وبرامج رخيصة كمان يعني. وإذا لا بدي كل إشي فري، بدك كل إشي فري عشانك عارف حالك أنت ما رح تروح، وإنت رح تحط مصاريك على الأرض وما رح تشتغل في الموضوع. بس لما تشتري برنامج، قيمة البرنامج هاي بقيمة إنه مدرب يدربك 3 شهور مع بعض. لو بتحسب كل سيشن قاعد أنت بتدفعها لمدرب، اعرف انك راح تكون دافع قد قيمة هذا البرنامج على مدة ما يقارب 30 ضعف بالراحة، لانه سعر البرنامج هو اصلا بسعر حصة واحدة. فانت تيجي تقول لا غالي ولا ما بدي ادفع ولا مش قادر ولا معيش، لانك انت ما بدك تتغير، وانت تضلك تصرف مصاريك على الشاورما وعلى الفلافل وعلى الخبايس وعلى الهامبرجر. خليك انت حر، بس ما تحط الحق علي. انا ما دخل، انا شو دخلني، انا شو دخلني يا اخي، انا شو دخلني، انا ما دخلني. بالنهايه الموضوع برجع لك. هذا اصلا مش موضوعنا اليوم، هذه هيك حلقه استفتاحيه بس عشان اعطيكم انا شو هي فكره برنامج يمزع صباحك، وليش سمينا البرنامج يمزع صباحك. برنامج يمزع صباحك لانه كنت انا يعني بدي اعمل برنامج اسميه يسعد صباحك، ولكن برنامج يسعد صباحك كان متاخد من زمان وحقوق النشر تبعته محفوظة. فأنا بالكرياتيفيتي تبعتي وبمخي طلعت في برنامج للشباب عشان يكون اسمه فني. بس مش لما أجي أقول لك الله يمزع صباحكم على هالصبح، معناها أنا بتمنى لك نهار يكون خرافي. أنا بتمنى لك نهار سعيد، وبتمنى لك نهارك يكون حلو وطاقتك حلوة وجميلة، ولكن اسم البرنامج بس فني. فلما أقول يمزع صباحك ما تاخذ الموضوع بطريقه حساسه، ما تكون حساس يا اخي، انسى كثير انت حساس استعمل سنسوداين، لانه الحساسيه هاي ما بتلزم، ما بتلزم. ارحمونا، صار كل شيء حساسيه في العالم، صارت كل الناس واحد مش عارف يحكي مع الثاني كلمتين. لا انت هيك بتيجي في حقوق المش عارف مين، وانت هيك بتيجي في حقوق ال شو اسمهم هذول اللي صاروا عاملين فيها ترانسفورمرز، احكيها في العربي هلا بزعلوا منا، بزعلوا منا طبعا جماعة الألوان، وأنا ما دخلني فيهم يعني. بس برضو إنه صار الموضوع كتير حساس، وصارت الناس كلها حساسة، وصارت الناس كلها عندها حساسية من الأكل، وعندها حساسية من الخبز، وعندها حساسية من الجلوتين، وعندها حساسية. أنا على فكرة أنا بني آدم، أنا بقولكم أنا حساس كتير وسنسيتيف لأبعد الحدود، ولكن بموضوع واحد أنا حساس من الغباء. لما يجي واحد غبي يحكي معي والله بتحسس، بحس هيك بنضغط، بنضغط نفسيا من هذا الموضوع. فاللي عنده سؤال غبي أرجوك 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 إنك تحطه في الكومنتس عشان أعمل لك حلقة هيك أرمي لك إياها بكل حب واحترام. طبعا شايفين إنه أنا لسه محترم، أنا بحكي لسه محترم، لأنه أنا هون بدي أطلع على طبيعتي، وأنا لما أكون على طبيعتي صراحة ما بتفرق معي، وآخر همي وآخر همي حكي الناس، وآخر همي إذا الناس إجت، همي إني أنا بالنهاية حدا يستفيد. فإذا أنت قاعد تسمع الحلقة وبتضحك ومبسوط أنا أنت مستفيد، يعني هنا فدناك بشي، غيرنا لك نهارك. إذا أنت حاسس إنه أنا عم بعمل لك أتاك وعمالي بهاجمك وبهجم عليك وهذا الموضوع بيثير نقاط حساسة في عندك، فأعرف إنك أنت بني آدم لا يحب التغيير ولا يحب النقد، وما بده يصير في مرحلة عليا في التطور، التطور البشري. بني آدم لازم يتطور، ضلك محلك أنت زي ما كنت من 20 سنة ومن 10 سنين راح تضلك في نفس المكان. فأنا عم بحاول أغيرك، عم بحاول أدفشك،
عم بحاول أضربك 30 كف على خد واحد. عمره حدا ضربك 30 كف على خد واحد؟ موضوع جاي من محبة، والله جاي من محبة. بس هيك مرات الواحد بنضغط ومضطر إنه يفضفض ويحكي ويقول اللي عنده. وعموما أنا بدي أحاول أدخل هاي الشخصية في الفيديوهات اللي بشرح فيها إشي فيتنس. إذا حدا عنده تيبس وتريكس يقول لي، لأنه هيك أنا هيك بحكي على، يعني هاي صراحة طبيعتي، وهاي الناس اللي حوالي بتمسخر وبضحك وبعلق وكذا، ما بحاول أذي حدا. بس مش راضي تطلع الكاميرا يا جماعة الخير، بوقف على الكاميرا، بصير دكتور جامعة، بصير أحكي في نقاط كتير مهمة، لأنه أنا عندي باشن بالفتنس، فأنا بحكي من قلبي، بدي الناس تتعلم. فإذا أخلي الموضوع فني وبنفس الوقت أخليكم تتعلموا، بديش أضيع لكم تركيزكم. ما أنتوا صاير عندكم الاتنشن سبان حبيبي. موضوع الاتنشن سبان هذا الموضوع الثاني، إنه الواحد عنده اتنشن سبان، لا 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 لا، بدك 30 ثانية الفيديو، وبدك تضلك تغير الصفحات، وبدك تضلك تخلي المشاهد مشدود. تعال شدك، تعال شدك عندي هون، والله شدك الشد المرتبة. شو أنا أخلي المشاهد مشدود؟ المشاهد نفسه أنتو بس بدكم تفاهة وانترتيمنت، وهم بديش أحكي أنتو. في بعض الناس برضو طبعاً عشان الموضوع حساس، في بعض الناس بدها تفاهة وانترتيمنت بس، وبدها بس تحضر أشياء ما لها داعي. فلان حكى على فلان، وفي فلانة مش عارف شو هو، راحت عند مين، وهاي تجوزت وهاي اتطلقت، وحكي النسوان هذا اللي كله. بس لما يجي واحد يحط معلومة، ومعلومة بالخير، بروحه طبعا على السريع بقول ايه لا ما بدي. ما ليه ما بدك؟ لانك ما بدك تتغير. ما هون الموضوع، انك ما بدك تسمع لانك مش فاضي. كيف مش فاضي وانت قاعد بتحضر مثلا مسلسل على نتفليكس بتخلعه 30 حلقة بتشيلهم بويكند زي الوحش فنان؟ لما تيجي تلعب لعبة بتمسكها من أولها لآخرها. أنا بعرف واحد من أصحابنا، بديش أحكي أسماء، كيكو، بعد لما يمسك اللعبة بكنسل شغله وبضله قاعد يلعب ليختمها، عشان يختم شو كان اسمها، هي كيكو ملينيا اللي هي واحدة من هدول البوسز الأشرار الشريرين الحقيرين الحيوانين هدول اللي بده يغلبهم. فعندك وقت يا عزيزي المشترك، بس ما بدك تسمع، ما بدك تسمع لأنه مخك مقفل، ما بدك تسمع لأنك أنت بني آدم ما بده يتغير، وماشي الحيط الحيط ويا رب الستر. فهذا الموضوع، موضوع الاتنشن سبان تبع الناس، إنه لا ما بدي وما بقدر وما عندي وقت، وخلي شو اسمه السلايدز تتحرك بسرعة، وخلي السلايدز مش عارف شو مالها، وضلك اعمل إديتينج 27 ساعة عشان تطلع في فيديو ب 30 ثانية، واستخدم الاي اي. ما ليش ناس تستخدم الاي اي كمان؟ ما هو كسل، حتى الواحد بدوش يحط افورت. انا مش اني ما بدي احط لكم افورت وانا بعمل سلايدز ومش سلايدز وحكي واطلع ونزل وهذا، بس انا قاعد بحكي في معلومة، انا حاطط افورت اصلا اني احط الكاميرا واقعد واشرح عن الموضوع واحضر له واحكي لكم عنه. فتيجي كمان تقول لي اعمل لي سلايدز بتتحرك رايحة راجعة على كل كلمتين بحكيهم. انا كل ما بدي احكي سيارة بدي احط صورة سيارة، ولما احكي طيارة بدي احط صورة طيارة، منخلصش. في مواضيع كتير انا بدي احكي فيها يا جماعة الخير. انا هلأ منطلق، انا هلأ شايف الدنيا تكنيكالر، فهلأ بلشت في اليوتيوب، ففي عندي الانطلاقة هاي. ما بديش اضيع الوقت كله بس اني اعمل اديتينج عشان اطلع فيديو كل 10 اسابيع. بدنا نطلع فيديوهات، بدنا نتحرك. بعدين بدي أسأله وأجوبة، اسألوا دائما. بس بترجى في الناس، بترجى مشان الله أبوس كان أدركم، يعني إيش فيه بس عشان واحد يسأل سؤال؟ مش إيش يعني بيحضر الفيديو لآخره وبيعمل لك لايك وبعدين بكتب لك كومنت، أولا الفيديو جميل. طب يا أخي أنا حكي لك بآخر الفيديو اسألني سؤال، يا أخي اسألني سؤال، يا أخي حط لي شو السؤال اللي بدك إياه اللي بيجي براسك، شو ما كان يكون، اسألني شنو مرت رجلك، بس اسألني سؤال. أنا قاعد بقول لك اسألني سؤال، ليش ما بتسأله؟ يعني شو يعمل الواحد بالضبط عشان تردوا عليه؟ شو يعمل يعني شو مش فاهم. والمشكلة هذا الموضوع لما بديته هيك مش حدا بيسأل، بس لما تكون أنت رايح تقعد في قعدة ما بدكش تحكي أصلا لا بالفتنس ولا في المواضيع، وقرفان حياتك من الشغل،
أنا مش عارفان حياتي من الشغل صراحة، أنا بحب شغلي، بس يعني إنه جاء بالك تغير جو، جاء بالك تحكي بشي تاني. يعني إحنا كلاينتس من الصبح لليل، وبعدين شغل على اليوتيوب، وكله فتنس 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 وتمرين وكذا، فبيكون الواحد بده يقعد له بعده، مش دائما جاء باله يحكي على الدايت ويعطي واحد دايت يقول له شو تاكل وشو ما تاكلش، وهو عارف مليون في المية إنه هذا الشخص مش رح يمشي على هاي الدايت ومش رح يوقف أكل، لأنه الموضوع بده تغيير نفسي قبل ما يكون في تغيير عملي، وبده الواحد تغير من جوا وينوي نية صادقة إنه بده يصير بني آدم ويبطل فخيته. ولكن مضطر طبعا إنك تجامل، ومضطر إنك تحكي للناس ويلا معلش وهذا، لا أنت شو بتاكل كل يوم، كم وجبة بتاكل في اليوم، كم 10,000 سعرة حرارية عمالك بتاكل باليوم. وهو بيجي بيقول لك طبعا أنا شو أنا، لا أنا على فكرة ما باكل كتير، بطلع لما تعد لي إياهم باكل 7,000 كالوري مرتاح، هدول صباح الخير على الصبح. بس لما يجي تقول له اعمل ده، وقف الخبز، طيب خفف الخبز، طب خفف السكر شوي، ما بقدر على فكرة، أنا بمسك حالي طول النهار ما باكل، بعدين بخبز الدنيا. نرجع هذا موضوع لحاله، هذا عملكم حلقة عليه لحاله، هذا الموضوع. بس بالنهاية يعني فكرتي أرجع لكم للموضوع الأساسي، إنه أنا ما بكون بهديك اللحظة جعبالي أحكي في هاي المواضيع، بس لما تيجي للناس وتقولها اسأل خد راحتك عشان أنا أعمل لك فيديو كامل الموضوع، عشان أحكي لك بإفراط وإسهاب عن هذا الموضوع، ما بسأله، بعدين بمتنع، بستحي. طب أنا اللي حكي لك يسأل، مستحي ليش يا أخي؟ عموما هاي بما انها حلقة تحضيرية، بس هيك احضركم لموضوع برنامج يمزع صباحك. بحب اتمنى لكم يوم سعيد، واقولكم يمزع صباحكم جميعا، مش حيزبط اقولكم كمان يسعد مساك، لانه اذا بتسمع انت البرنامج الدنيا عندك المساء، فبرضو يمزع صباحك مش مشكلة، لانه برنامج يمزع الصباح، اذا صباحك كان كويس فهو كويس، واذا صباحك مش كويس فبنمزع لك اياه ومنرجعه كويس. وبقولكم بتمنى لكم يوم سعيد من البيج جي، من اعماق صماصيم صمصوم قلبي بتمنى لكم يوم سعيد وجميل ولطيف. وهيني بعيد لكم اياها، اللي عنده سؤال يسأل، واللي عجبه البرنامج يعمل سبسكرايب، واللي ما عجبوش البرنامج اعمل لي بلوك قبل ما انا اعمل لك بلوك، وشيلني عن قناتك وقول لهم نت انترستد وبديش اسمع حكيه كله، هذا بني ادم ما بيفيدني، لانه انت اصلا لا تستحق انك تسمع لي. عموما اشكركم، وكانت هذه هي حلقة سريعة، 20 دقيقة حلقة سريعة، و 17 دقيقة 18 دقيقة هاي تعتبر حلقة سريعة عندي، وراح أعملكم بودكاست أضلني أحكي أنا وحالي لحالي، بما إنه الموضوع هيك مسلي، الناس بتجيب واحد تاني بقعدوه جنبهم عشان يعرف يطلع conversation، وعشان يحكي. يا أخي إذا أنت ما بتعرف تعمل conversation مع حالك، ما بتعرف تحكي مع حالك، أو تحكي مع شخص وهمي قدامك، أنت مش عايش، أنت مش فاهم الدنيا لسه. أنا ضروري أجيب واحد يضل يقاطعني كل دقيقتين ويحكي لا وآه وما هو هيك وما هو مش هيك، لا ما بيزبط معي هذا الحكي، أنا بحكي هيك لحالي، باخذ راحتي لحالي. أنت لما عندك سؤال أو عندك تعليق بتكتبه على ورقة، بس أخلص أنا الحلقة بتكتبه تحت، أو بتمسك التلفون على السريع بتكتبه تحت، أو إذا عمالك بتحضر من اللابتوب برضو بتكتبه تحت عادي، واكتبه إما بدك. بس بالنهاية لازم تعلموا التالنت تبع إنه الواحد يقعد يحكي مع حاله. انت بتشوف ناس ماشيين بيحكوا مع حالهم مفكرهم مجانين، بس ولكن هذا ليس جنون، هذا فن، هذا ارت، هذا مش عارف شو احكي لكم. بس بتمنى لكم يوم سعيد ويوم جميل، واذا انت بني ادم ما بتتمرن جر حالك يا اخي، قبل ما حد يجي يجرك، قبل ما دكتور يقول لك روح انصرف على الجيم عشانك راح تموت، جر حالك على الجيم وروح اعمل لك اي تمرين، اعمل لك اي اشي واشتغل على حالك. انا هون بالنهاية بدي اخلي حياتكم احسن، وبدي احسن صحتكم، ولو الموضوع بيجي بالبهادل راح ابهدل، لانه عراي استاذنا العربي بالزمانات كان يقولنا انتو بتنصحوا وبتسمنوا على البهادل يا شباب، وهذا الموضوع انا اكتشفته بعد 30 سنة انه هو موضوع صح، واللي كان بيحكيه استاذ العربي صح،
وإنه الناس لازم تتبهدل مرات. بس هو يعني بسموه بالإنجليزي التف لف، فأنا معطيكم تف لف حبايبي كلكم حبايبي. يلا have a good day.